مالك يا أمين؟ صحياني معاكي. أنا خايفة، المركب ضاعت. عاملة ده كله عشان المركب ضاعت؟ سرق، سرق. أنا قابلت ولد. ولد؟ أنت لحقتي؟ وعاملة نفسك إنك خيبة؟ فين الولد ده؟ قابلتيه إزاي؟ وفين؟ عايش قريب من هنا. وبيعمل ايه ده؟ مش عارف. هو حلو قوي. هو اللي خد منك المركب؟ لا، انا سبتها هناك. خلاص بكره نروح نجيبها. لا روحي انت جيبيها، انا ما اقدرش اروح. وانا هعرف منين مطرح؟ ماليش دعوه، انا مش هروح. مش عايزه تروحي ليه؟ لا روحي انت، انا خايفه. تعرفي انك دم خفيف خالص وبتقولي حاجات غريبه. خايفة من ايه؟ هو انت لو رحتي هيخطفك؟ اه يمكن يخطفني. للدرجة دي؟ ايوه للدرجة دي. انا عندي خطيبي مروحش قبل شبان، حرام. انا اتخطبت وخلاص. اسمعي، احنا نروح سوا توريني مطرح القارب. لا هتقفي من بعيد تشاوري لي عليه. بس من بعيد، من بعيد خالص، من بعيد خالص.